العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو بكر أعلمنا. رواه البخاري. محترم